السلام عليكم طلبتي الأعزاء، اليوم نكمل إن شاء الله معاملات ضغط التراب الجانبي نظرية كولوم، شلون نجي نحسبها أيضا كمل ما بدأنا به سابقا. قلنا إحنا تعتمد على عدد من الأشياء بنظرية كولوم، دلتا يأخذ بنظر الاعتبار الفاي، أوكي؟ فالمعاملات ضغط التراب على أساس نظرية كولوم لحالة الجدار الشاقل وسطح أفق مبين في الجدول 2-1. هسه نشوف الجدول ويشكل عام بشكل عام يمكن تعبير عن مركبات الأفقية قوة دفع المقاومة بالمعادلة التالي، هاي E active نص جاما HKA minus 2C CH 2C تحت جذر KA هو هذا نفسه، أوكي هذا المعادلة العامة مال E active وهاي E passive اللي أخذناها، يعتمد على حيث أن المعاملات الكي الأكتف أو الباس تعتمد على قيم الفاي والسي والدلتا والسي دبليو، هاي شنو بكولوم بس برانكين لا، هاي المعاملات اللي تعتمد هاي قيمة الفاي وهاي قيمة الدلتا، هاي بالنسبة للكي إيجاد كي أي، فهاي لكل قيمة فاي ودلتا نقاطعهم نوجد الكي أي، وكذلك بالنسبة لقيمة الكي بي، يعني مثلا إذا كان عندنا الفاي مالتنا 30 فرضا والدلتا معامل الاحتكاك بين الجدار والتربة 20 نقاطع حوياها تطلع 0.28 مباشرة من الجدول، هاي الكي اكتف. والكي باسف فرضا إذا كان عندنا مثلا الفاي 40 والدلتا 20 نقاطعها تطلع 8.8، اوكي ونعوض مباشرة. ها بالنسبة للتربة الرملية، هسا بالنسبة للتربة الطينية اللي الكوهيجن اكبر من صفر، زين فهمنا تعتمد على قيم الدلتا اوكي والسي دبليو اوفر سي 0, 5, 10, 15, 20 اوكي، فهنا اكو قيمة للسي فنجي همينة كذلك نقاطعهم نوجد قيم الكي اكتف، هاي الكي اكتف وهنا الكي باسف، هاي بس مفروض هاي بيناتهم خط، هاي تسووه شوية طوخوا اوكي. الحالة الفعالة فعالة الاكتف اذا كان السي اقل من 50 كنيوتن بصورة عامة، حينئذ السي ناخذه هو سي دبليو، زين واذا كان السي اكبر من 50 كنيوتن على المتر مربع حينئذ السي دبليو يساوي 50 مباشرة ناخذها. الحالة الغير فعالة الباسيف اذا كان السي اقل من 50 كنيوتن حينئذ السي دبليو يساوي سي اوفر 2 عادة، هاي شلون نجي سي دبليو نحسبها، فتعتمد على قيمة السي إذا كان السي أكبر من 50 كنيوتن على المتر، حينئذ السي دبليو يساوي 25 مباشرة 25. في الحالات التي تتحرك فيها الجدار لأسفل بالنسبة للأرض يمكن أخذ قيم السي دبليو للحالة الفعالة نفسها. أوكي. هسه موضوع جديد هو تصميم المنشآت جدران الساندة، هسه ناخذه إن شاء الله بالفيديو القادم.